حياكم الله أصدقاء وياكم الناس، لا تنسى الصلاة على النبي. أهم أخبار المنتخب العراقي، خلينا لايك واشتراك تابع وياي. المنتخب الكويتي نشر عبر حسابه وكتب: أكثر منتخب نتمنى مواجهته في التصفيات هو العراق، لأنه ولا مرة فازت على الكويت إلا بالحظ والصدفة. خطيهم وكل ما نلعب وياهم نغسلهم، ولو ما يعرف يلعب يقول القاع عوجة. نتمنى نواجهكم وتعالوا شوفوا. لكم شنو هذا الحقد على المحترفين؟ حتى بالفرع ما لكم شنو هذا الحقد على المحترفين؟ يقول ادبرها شلون ما كان شنو قاعد يلعب بالفرع؟ ادري شنو متفقين على الولد، لا بالاولمبي ولا بالشباب، هو عاف عروض من الدوري الايطالي. اليوم طلعت قائمه منتخب شباب العراق لغرب اسيا، تخيل محترف واحد فقط وهو بوتان امين، وتم ابعاد اريان الامين. يعني عماد محمد ما مقتنع باريان الامين شقيق يوسف الامين اللي يلعب بالدوري الالماني. مدرب شباب العراق يستبعد محترف فريق كولن المانيا ريان الامين شقيق اللاعب يوسف الامين من حساباته في بطوله غرب اسيا المقامه في السعوديه. هاي عدنان درجال بالحج واستغليت الوضع، حاربت المحترفين وطفرتوهم، اذا ما تسحبوهم شكو تدزون عليهم من المانيا للعراق. وراض شنيش يقول: لم يتم الاعلان عن قائمتنا لاولمبياد باريس لعده اعتبارات، والانباء التي تشير الى استبعاد او استقطاب لاعبين معينين مجرد اراء اعلاميه لا اكثر. يعني هاي سميها اراء اعلاميه لو دجس نبض الجمهور العراقي حتى تشوفهم شو يقولون. والقائمه بنهايه هذا الاسبوع يقولون: تعذر التحاق اللاعب آدم طالب بمنتخب الشباب المشارك في بطولة الديار غرب آسيا، والسبب أن كتاب الاتحاد العراقي الذي أرسل في وقت سابق طلب تفريغ اللاعب من النادي للمنتخب الأولمبي للفترة من 10/7/2024 حتى نهاية أولمبياد باريس، ولضيق الوقت لم يتم إرسال كتاب آخر لتفريغه لمنتخب الشباب. المصدر معرض الكرة العراقية البارحة يقولون عماد رادة، واليوم عماد نزل القائمة وما موجود أيضا اسمه. خوش ضحك له على اللاعب. عدنان لفت يقول: على الاتحاد العراقي تغيير راضي شنيشل والاستعانة بمدرب أجنبي لقيادة الأولمبي في أولمبياد باريس، وإلا ستحل الكارثة. هل تؤيدون تصريحه؟ نبارك اللاعب منتخبنا الوطني العراقي المتألق حسين علي بمناسبة عقد قرانه، كل التوفيق له في حياته الزوجية. تخيل عزيز المشجع العراقي، هكذا لاعبين سيمثلون المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس. ذولا ذا نروح بيهم يمكن كل لعبة يشيلونه خمسة فوق. هذه صورة عدنان درجال من الحج. مساعد مدرب منتخبنا الاوروبي العراقي نزار اشرف يقول: اللاعبون المغتربون هم ابنائي. اي خوش عليك ابنائك كلهم طفرتهم، لو ذاك اليوم صرحت ضدهم تصريحك كان حاقد على المغتربين. مدرب كومو سيسك فابريغاز اكد لعلي جاسم بانه سيكون ضمن خططه في الموسم المقبل. ينتظر المدرب الاسباني اللاعب بذل اقصى ما لديه ليكون جاهزا للتحدي الجديد. لؤي العان يقول: بذمتي مستحقات ماليه للنادي الطلبه سادفعها قريبا، ولدي عرض من الدوري الكويتي، وفي حال عدم الاحتراف الاولويه ستكون لنادي الزوراء. رسميا منتخبنا العراقي اصبح يضم 3 لاعبين محترفين في الدوري الهولندي الممتاز الموسم 2024-2025: حسين علي نادي هرنفين الهولندي، وزيدان اقبال نادي اوتريخت الهولندي، ودانيال السعد نادي هرنفين الهولندي. الاتحاد الاردني يقيل مدربه المغربي عموته ويعين المغربي الاخر جمال سلامي مدربا للمنتخب الاردني. جماهير المنتخب الاردني تشن هجوما لاذعا على المدرب حسين عموته بسبب استقالته وقربه من تدريب الجزيره الاماراتي. نادي القوة الجوية العراقي يعلن تعاقده الرسمي مع مهاجم الجولان ومنتخبنا الأولمبي العراقي عمروش. أركان نجيب يقول: أي مدير فني بالعالم يفرق بين اللاعبين لأسباب مختلفة أو يخاف من ضغط الجمهور لدرجة ممكن يبعد لاعبين بسبب خوفه منهم، أنصح يفتح إنشائية أحسن. وهاي أضيفها مني، لو يبيع رقع سلة. للمرة الثانية على التوالي لاعب الاتحاد السعودي نغولو كانتي يحصل على جائزة رجل مباراة فرنسا وهولندا. نبارك اللاعب منتخبنا الوطني العراقي أمير العماري زواجه هذا اليوم وبالرفاه والبنين.